السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. النهار إن شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال أهم السلالات الناجحة في تربية الأنانيب. يعني بزاف لي كومونتير جاوني على هذا الموضوع هذا، يعني شحال من واحد باغي يشري الأنانيب وكيسولني على اسمهم السلالات اللي كينجحوا يعني في التربية يعني في الكسيبة. بالنسبة للمبتدئين أنا أنصحهم بأول حاجة يديروها وهو البابيون. يعني أي مربي بغى يبدا ويعني خايف من التربيه ديال الارانب يبدا بالبابيون في الدكار. بابيون في الدكار صادق 100%. كاين بالنسبه للانثى من الاحسن تكون شانشيلا. شانشيلا فيها بزاف ديال الالوان، فيها الكري، فيها القهوي، فيها البيض، فيها الكحل. اللي ناجح مزيان في الشانشيلا في النتوه يعني في الانثى وهي القهويه، يعني اللون البني. هذاك اللون البني في الانثى ديال الشانشيلا كتكون ناجحه. علاش؟ كتكون ديما سبحان الله كتكون ام حنون، يعني قادره انها تربي وكتصدق يعني في 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 يعني في التربيه ديال الابناء ديالها. يعني غالبا ما كتكونش عدوانيه وما كتاكلش الصغار ديالها. يعني هذا الشيء بالنسبه للمبتدئين. بالنسبه اللي عندهم الناس اللي عندهم واحد القطيع ديال مجموعه ديال الانانيب يعني وجدت لهم واحد الخلفه، يعني واحد نقولوا واحد 10 ديال الانانيب ولا، وبداو كيلاحظوا ان الانانيب مختلفه في الاحجام ومختلفه في الالوان ومختلفه حتى في السلاله. بالنسبه للبابيون فيه هذا الكحل، هذا يعني مبربش بالكحل، وفيه الصفر وفيه الجري. يعني هادو ثلاث الوان ممكن انكم توجدوهم، ما تفرطوش فيهم. هذه نصيحه يعني من 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 عند واحد يعني خدا تجارب وتجارب وتجارب. ديما البابيون ما تفرطوش فيه. البابيون ما كيتباعش بالميزان او كيتباع هو عاد صغير يعني عنده شهرين، لا. البابيون خليه لانه صادق 100%. صادق بلا مشيتو تا خليته مثلا نيوزيلندي اللي هو اللون ابيض كيكونوا عينيه حمر، وكاين داك المكحل يعني اللي كيكونوا عينيه مكحلين. الكاليفورني مزيان، كاليفورني اللي نيفو كحل وودنيه حتى هما الفوق ديالهم كحل. هادو غادي تلاحظوا ان الاختلاف في الاحجام والاختلاف في يعني في الحيويه غادي تلقاوها مختلفه ما بين البابيون والشانشيلا. هادو بجوج هادو كيكونوا يعني كتحسوا بالفرق انهم صادقين في يعني النمو ديالهم كيكبروا دغيا. اولا لان سبحان الله هاد السلالات على حسب ملي كتقلبوا سلاله عن سلاله كتلقى مثلا كاين اللي يفهم بالزبط، كاين اللي القوائم ديالها يعني الرجلين ديالها كيكونوا غلط، كاين اللي كيكون الصدر ديالها كيكون غليظ، كاين اللي الظهر ديالها كيكون واقف، كاين اللي الودنين عاوتاني كيكونوا طوال بزاف. المهم كاينين بزاف ديال 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 يعني بزاف ديال المنظر، حنا كنقولوا على المنظر ديالهم. كاين اللي مهجن يعني كيكون كروازي، هذاك من الاحسن يعني ما ننصحكمش بالتربيه ديالو لان كيكون مخلط ما بين البلدي والرومي. اما بالنسبه للرومي منين تشوف تكون عندهم تكون شي خلفه كننصحكم ما تفرطوش في جوج انواع وهما الشانشيلا القهويه اللي كيكون نيفها بالضبط وكتكون يعني الحجم ديالها كيكبر دغيا، يعني كتكون كبيره بالنسبه يعني اللاج ديالها. يعني اللاج ديالها حنا نقولوا مثلا 3 شهور وكتبان لك وافيه قادره انها تكون ام. انتم ضروري غتخليوها تتوصل لخمس شهور ست شهور، ولكن ملي كتكون في 3 شهور كتكون وافيه، كتكون عاطيه للعين كما كيقولوا. هذيك الشانشيلا ما تفرطوش فيها، ما تبيعوهاش يعني بالكيلو ولا تبيعوها يعني للذبيحه ولا لا. غالبا الله اكبر غالبا ما كتكون صادقه 100%. بالنسبه للبابيون الا كان ذكرته هو في الانثى صادق، ولكن في الذكر كيكون صادق 100%. هاد البابيون ما تفرطوش فيه، راه فيه الالوان بزاف، فيه هذا اللون الاسود، فيه القهوي يعني بني، وفيه الجري. هادو كلهم يعني البابيون عموما ما تفرطوش فيه، هو في حقيقه لا في الانثى لا في الذكر، ولكن في الذكر كيكون
فحل غالبيا كيكون فحل وكيكون صادق يعني ما كيعذبكمش في التربيه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار على قولة الله اكبر. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. الا كاين شي تعاليق بغيتوا تسولوا شي اسئله انا راه الاشاره. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تشاركوا في القناه وتكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.